أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن تحدي القراءة العربي أكبر وأنجح استثمار في العقل العربي وفي الوعي العربي، ومردوده سيضعنا على الطريق الصحيح لاستئناف حضارتنا العربية من خلال بناء أجيال جديدة قادرة على الارتقاء بمجتمعاتها. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان موعد الحفل النهائي للتحدي الذي سيقام حضوريا لأول مرة بعد جائحة كوفيد-19 في 10 من نوفمبر 2022 في دبي أوبرا. وقال صاحب السمو: أطلقنا قبل 6 أعوام تحدي القراءة العربي لأننا نؤمن أن الطريق للحضارة يبدأ بالقراءة. نحتفي الخميس القادم ب 22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة شاركوا في الدورة السادسة لأكبر مسابقة عربية. وأضاف سموه: تدافع ملايين الشباب نحو قراءة 50 كتابا كل عام هو تدافع نحو مستقبل أفضل لنا جميعا بإذن الله. وتابع سموه: منذ انطلاقه في عام 2015 شارك في تحدي القراءة العربي 79 مليون طالب وطالبة. هؤلاء مشاعل المعرفة الذين سيقودون مسيرتنا التطويرية في العقود المقبلة. وأضاف سموه: آمنا دائما بأجيال المستقبل، وها هو تحدي القراءة العربي يثبت للمرة السادسة على التوالي أن الأمل في محله والرجاء في مكانه. وعرب سموه عن ثقته بكل المشاركين في تحدي القراءة قائلا: أثبت تحدي القراءة العربي أن الشغف بالمعرفة لا يمكن أن ينطفئ، وأثبت شبابنا العربي أنهم على قدر الأمل والرجاء وأن رهاننا عليهم كان في محله. وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: تحدي القراءة العربي يحتفي بأجمل 3 أشياء تشكل هوية أمتنا وروحها: شغف المعرفة، ووعي شبابنا، ولغة الضاد.